وسميرة سعيد عندنا في القاهرة اليوم. أنجح سي دي هذا الموسم، سي دي ناجح جدا رغم إن هو داخل في الرجالة شمال، ستات كتيرة مبسوطة من السي دي. أهلا سميرة، إزيك في القاهرة اليوم؟ عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. سعداء جدا بيك. وأنا كمان والله سعيدة جدا. قبل ما أطلع الهواء قلت لي إن عندك طباخة كويسة. آه الحقيقة. هايلة. تعمل كل حاجة. آه كل الحاجات. هديرة وبسطيلة وبتاع. بسطيلة. عايزه اصحى معانا يوم كده هتنبسط يعني. بس انت بتاكلي؟ اه جدا، فكره انا بحب الاكل جدا. بس باكل مره في اليوم. مش كده؟ انت زي مثلا حاجه و50 كيلو او كده. لا هو 52 كده. اه ما انا شايف الوزن كده يا دوق يعني، ما تجيبيش اكتر. بس انا خلي بالك مش طويله. اه. لا هو على قد الحد يعني. لا بس ما بتاكليش يعني ما فيش اكل. لا هو مره في اليوم. ليه الحريره؟ بس انا لو مشيت ورا البنت اللي في البيت يعني ما شاء الله عليها يعني. هبقى قد كده يعني. ساعة لازم نروح نجرب البنت دي، نجرب الاكل طبعا. لازم اطمن ان انت بتاكل اكل كويس. لا هعجبك كله والله. السي دي الاخير مزعج جدا للرجال. انا كتير عليك وحاجات كده يعني. هل دي موضه؟ هل دي موضه ان يبقى فيه الهجوم على الرجل، وان انت ما بتفهمش، وانت مش عارف ايه يعني، وانت وانا كتير عليك، وانت رحت اتجوزت واحده ثانيه يعني كل. هل دي موجه دلوقتي شغاله يعني؟ لا والله انا دايما بعمل المعادله ان انا يبقى فيه الاغاني اللي هي بتبقى حب قوي ورومانسي قوي، وبعمل الاغنيه اللي هي الحقيقه في الاخر يعني، فيها ده وده، فيها الحب وفيها الوجه الاخر او العمر الاخر للحب يعني. بس انت شايف ان ممكن في واحده تبقى كتير على واحد؟ ساعات يعني بتحس ان هي اه ممكن يحصل الاحساس ده يعني لفتره وجيزه يعني، تحس انه اه يعني ده هو حاجات اكتر مما هو اكتر ما يستاهل يعني. تحصل كتير جدا، واحساس ممكن يكون غلط في الاخر يعني، بس هو اكيد ممكن تقول له كده او تحس بس رغم ان يعني. الرجل الشرقي ده راجل رومانسي جدا، راجل يعني بيحب، راجل بيعطي يعني. اللي يسمع الاغاني اللي موجوده في الشريط يحس ان احنا بنتكلم على رجل غربي جدا، مش الراجل الشرقي بتاعنا اللي بيحب قوي وبيجيب هدايا ويموت من اجل حبيبته كل ده يعني. لا بس في الحاجات دي موجوده يعني، في كتير في العلاقات في حاجات غير كده خالص يعني في رجاله بيبقوا صعبين قوي يعني في علاقات تبقى مش طبيعيه. انت من النوع اللي بيحس الكلام يعني، من نوع مثلا لما يجيلك الكلام انت لازم تحسي انه ده فعلا حقيقي ينفع، ولا هو زي ما هو طعمه حلو الكلام يعني؟ انت بتشوفي منطقيه الكلام، ولا بتشوفي اذا كان يبقى طعمه حلو وانت بتغنيه؟ لا طبعا لازم الكلام يبقى منطقي، يبقى في يعني تسلسل في الافكار، لازم الفكره تبقى حقيقيه واقعيه يعني، ما تبقاش كده مش بس كلام منمق حلو او فكره. في الاغنيه اللي انت حطاها اللي هو فكره انك ايه النهارده كنت بتحبني وبكره رحت حبيت واحده ثانيه، لحقت ازاي؟ اه كلامها ايه؟ لحقت ازاي؟ اه ايه الكلام؟ حبيتني في قد ايه وانسيتني في قد ايه؟ اه انت ليه مستغربه؟ انت مش بتشوفي ان ده طبيعي؟ الواحد كان بيحب واحده النهارده ممكن يحبها. هي اللي هي سرعه الزمن نفسه يعني. يعني مش ان هو لسه بتقول انت امبارح كنا مع بعض، ازاي لحقت تروح في حته ثانيه؟ انت لا انت كسميره مستغربه من الحكايه دي، ولا ما انت اكيد بتشوفيها كتير يعني عادي؟ طبعا لازم حتى الستات يقول لك كده يعني، ما فيش مشكله راح ونشوف واحد تاني وكده، بيفكروا كده. لا هو مش زرار بيتداس عليه عشان واحد يحب. انا من وجهه نظري المساله ما بتجيش كده يعني، يلا نحب يلا تاني يوم خلاص واحد تاني. المساله بتبقى ايوه يعني تاخد وقت قد ايه يعني؟ يعني بكتير ويعني تنسي الراجل في قد ايه يعني؟ في حاجات ما بتتنسيش. في تجارب في الحياه مش ممكن تنساها. يفضل الجرح موجود. لا الجرح او الفرح يعني ايا كان، بس العلاقه نفسها ممكن تفضل وياك يعني، تفتكرها يعني معاك طول الوقت. يعني ايه ميجا ستار؟ يعني الالقاب يعني ايه؟ يعني انا عايزك تعلميني انا كمذيع، مين هو اللي اتقال عليه ميجا ستار؟ يعني اللي هو انا من وجهه نظري اللي هو قادر ان هو يستمر فتره طويله ناجح. اه اللي يعمل مثلا زي كده 42 البوم مثلا. يعني ما مش عايزه اقيس بنفسي، في ناس كثيره بلاش اتكلم عن نفسي، بس ناس كثيره قوي يعني تستحق ان تبقى ميجا ستار يعني. عندنا كتير انشاف على الساحه. يعني على مستوى العالم العربي الناس اللي بتغني كويس وناجحين بقى لهم كويسين يعني، مش بس نجح لهم البوم واحد وخلاص، عندهم تاريخ يقدروا يتكلموا عنه. مش عارف عندي مشكله في الحماله بتاعتها. هيكسبيها على راحتها، ارجو ان الحماله تكون على راحتها. انا حمالتي دايما بسيبها تقع كده تقع كده. الحمالات دي مساله يعني ما بنقلقش منها قوي. فانا شايفه انه اللي هو قادر
اللي بينجحوا لفتره معينه ما نقدرش نحكم عليهم، ممكن يكونوا اصواتهم عظيمه وكل الحاجات، انما نقدر نحكم على تجربه بحالها، يعني على مدى سنين طويله من النجاح نقدر نقول ان ده ميجا ستار. هو بيفضل ميجا ستار ولا بيطلع وينزل؟ يعني مثلا بتيجي وقت مثلا سميره مثلا مش عامله البوم مثلا السنه اللي فاتت مثلا او اللي قبليها، هل هو بيفضل ميجا ولا الميجا ستار ده بيترتب اوقات؟ يعني يبقى ميجا ستار وبعدين ينزل يبقى الفا ستار يبقى يعني ممكن لو نزل يبقى صعبه النزول يبقى وحش، ممكن يبقى هدوء شويه للفنان، يبقى هادي شويه، ما هواش مسموع صوته قوي او صوته مش عالي او ما هوش متواجد بشكل مكثف، انما يعني يعني انا شايفه انه المطرب او الميجا ستار المفروض تاريخه هو اللي بيبقى ماشي وياه طول الوقت، يعني ماشي فيه، ممكن يكون في توقف بس ما يبقاش فيه نزول. الشباب الكتير دول بوظوا حكايه الميجا ستار، يعني ان السوق بقى فيه مثلا 900,000 مطرب كل يوم في واحده بتعمل كليب واغنيه ترقع ودوشه كتير قوي، كان الاول مثلا لما انت عملتي مش هتنازل عنك ابدا كان شيء مزعج ومذهل في وقعدت شهور وسنين وفي الاذاعه وفي التلفزيون وعمر بطيشه وكلام وتحليل للاغنيه، يعني كان الاغنيه ليها نفس. الاغنيه كم سنه؟ كتير قوي، ظروف هتنازل كان 86 وقلباني كان 82 مثلا. 82 يعني ايه؟ يعني من حاجه و20 سنه. بس يعني هو كده حاجه صعبه، الزمن بيعدي بطريقه غريبه جدا. عايز اقول لك يعني اجابه على سؤالك انه فعلا الدنيا بقت زحمه، كترنا قوي، يعني هو سكان العالم كتر قوي ومصر كترت والعالم العربي كترنا قوي، فبالتالي كل حاجه نسبه وتناسب، فلازم احنا كفنانين نكتر وكمطربين نكتر، وبعدين كل واحد له طموح في الحياه، كل واحد عايز يبقى يعني مطرب. الاغنيه بقى عمرها قصير دلوقتي سمير، يعني عارفه ايه؟ خلاص اقلب، يعني انا مثلا قليل قوي من سيديهات السنه اللي فاتت افتكر حاجه كتير، انت فاهمه ازاي؟ يعني الا لو سمعتيها لي تاني اقول ده كانت، انما خلاص يعني في زي الفشار كده بيتقلب كتير يعني. مش عارف، في حاجات بتفضل، انا وجهه نظري الناس، في ناس مطربين بيفضلوا لغايه دلوقتي، ناس كتير زيي فاكرين لهم حاجات كتير جدا زي علجاني ومش هتنازل وعلى البال، حتى لو هي في الاغنيه موضه او يوم ورا يوم هتلاقي في ناس بتفتكر الحاجات دي، في علمناها الحب زمان، في بنحكي يا شهرزاد، بنحكي يا شهر مثلا، حاجات كتير قوي بتفضل، حتى الاغاني مثلا تفتكر بحبك يا حبيبي، في على البال، في اغاني دراميه كتير الناس بتفتكرها لغايه دلوقتي. ديك صغيره قوي، ايه رايك؟ مش كده؟ انا واخد بالي ولا دي حاجه؟ والله حجمها صغير. انت ليه مش لابسه دبله؟ دي بقى جواز يعني. طب ايه الحركه دي بقى؟ لا معرفش، هل طيب ممكن ما اجاوبش؟ لا معرفش، انا بسال بس، دايما في فنانين يحبوا يلبسوا الدبله وفي فنانين ما بيحبوش يلبسوها. لا انا منفصل. منفصل؟ بقالك قد ايه؟ مش مهم بقى. لا يعني اقصد مثلا، يعني ده سؤالي، انه هل مثلا السي دي ده رد فعل لحاجه زي دي؟ لا خالص يعني انا الحقيقه مستفاد، كان بمنتهى المحبه والود والطيبه ومفيش اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه خالص، يعني ما عنديش اي حاجه ضد الاخر يعني نهائيا. في الوسط الفني الجوازات ما بتقعدش وقت طويل، يعني زي كل حاجه في الحياه، يعني ده مش بس في الوسط الفني، في كل حاجه، انت شوف نسبه الطلاق في كل الحياه، الثنائيه بقت صعبه، الدنيا بقت محدش بيستحمل حد زي الاول، الست بقت مستقله ماديا، فبالتالي في حاجات كثيره اتغيرت، التعايش السلمي بقى قليل شويه. هل الفنانات عصبيات؟ يعني انا عندي شغل، انا مش فاضيه لك، انت عايزني مثلا في بلد وانا في بلد تاني، عندي حفله رايحه قرطاج بسجل اغنيه، انا اعرف مثلا الناس بتوع التسجيل بتوع الاستوديوهات دول ما يبتديش مهندس الصوت يمخمخ يعني ويشتغل غير الساعه 1 بالليل، فتقول له طب يا عم ما احنا من الصبح يعني ممكن نروح 10، لا 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 10 الصبح ايه؟ لازم، والناس بتوع الالات دول كلهم لازم شغلهم حتى بيبقى متاخر، اكيد ده ما بيناسبش ازواج كتير يعني.
والله هي الناس كلها بقت عصبية يعني، واحنا شغلنا اكيد في توتر وفي ضغوط وفي حاجات يعني، بس انا بشكل خاص يمكن يعني انا ليا طقوس في حياتي يعني، انا بنام الساعة 12 واحدة بالليل يعني بدري قوي جدا، وبصحى 7 الصبح زي الناس وكل الحاجات. 7 الصبح؟ طب تصحي 7 الصبح بتعملي ايه؟ قولي لي. انا لو في ايام مدرسة بكون مع ابني. هو في سنة كام دلوقتي؟ هي ايه هو؟ شفت بقى 13 سنة يعني. بتذاكري له؟ لا ما بقى ما بقتش بصراحة يعني ما بقتش بقدر والله. لا الكريكولوم بتاعهم صعب جدا، ما بقتش متابعة الحقيقة. المنهج ما بفهمش حاجة خالص. لا بقعد ابص طيب اوكي. خصوصا لما يجيب لك ماس مثلا حساب او كده او بتاع. لا صعب. لا في الأول كنت بقاوح شوية. اتنين في اتنين باربعة وحاجات كده. اللي هو الحاجات البسيطة. انما دلوقتي لا الموضوع بقى صعب جدا. صوته حلو؟ لا خالص. هو كوارتي شوية يعني، بيحب الكورة أوي. كوارتي. أنا أول مرة أسمع كوارتي دي. أنا سمعتها من حد كده على الثغرات، بس قلت يمكن هو ده الدارج، فقلت لما أقول كوارتي بقول. ومصر لما بتلعب مع المغرب بيشجع مين؟ مش عارفة، هو يا حرام ما بقاش عارف يعمل إيه. يبقى عنده حالة انفصام شخصية. مش كده؟ يعني أبو تريكة ولا مش عارف مين. بس هو مبسوط قوي من عمرو زكي عايز أقول لك. عشان في ميجن. يا حرام ده ويجن. ويجن انا بقيت يعني بالتبعيه بقى بيجيب جوان وحاجات كده وبتاع. انا مبسوط قوي يعني. طب خلينا ارجع تاني لفكره الشباب الجديد وهو الاخر والحدوته. اما بتقعدي تشوفي كليب، يمكن انا دايما بستشهد بالكليب ده كتير، في البنت دلوقتي اللي بترقص جوه كاس كده، مش عارف شفتيها ولا لا. ما حقيقه انا مش عايزه اتفرج على الحاجات دي عشان ما ازهقش يعني. ما تزهقيش يعني؟ ما زهقش من المزيكا، فبحبها. مش عايزه ازهق منها. الناس دي بيزهقوكي من المزيكا؟ قوي يعني خالص. والله لا بجد بزهق لما بشوف الحاجات دي، بزهق. وانا اساسا شخصيه بزهق بسرعه يعني. بجد يعني مش يعني زي ما قلت لك انه من حق اي حد يعني ان هو يبقى عنده طموح، بس ساعات كده بتبقى شويه زياده يعني. الطموح بيبقوا طموحهم زياده حبه. شويه زياده فبدل ما انا يعني ازهق من الحاجه اللي بحبها قوي واللي انا عشت لها طول وقتي، بفضل ان اتفرج على كوره مع شادي بقى. والله انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ بقيت في مصر؟ لا بلاش بقى. لا قولي لي بس. ما اصل ابني اهلاوي وانا باين عليكي. وانا لا وانا زملكاويه. والله اهلا وسهلا. الناس الحلوه دايما زملكاويه يعني. شوف كده ناس. وبعدين اساريرك انفرجت الحقيقه. اساريري انفرجت. ايوه اساريري. لا والاهم من كده انا بقى حي فيكي حاجه، ان انت صادقه وصريحه قلتي انا زملكاويه. لان دايما فنانين علشان الاهلي هو عشان الجمهور ما يزعلش تقول انها اهلاويه. هو خلاص بقى. على فكره احنا ثلاثه انا وانت وهاني شاكر اللي زملكاويه بس. لا والله. انا في واحد اسمه سيد بس مش موجود. بصراحه حاجه تزعل. مفيش يعني. الحكايه صعبه قوي. قولي الو كده ليكي تليفون. الو. الو. ايوه. الو. امشادي خانم. الو. ممكن احكي مع امشادي؟ بدي اقول لها بس توصف لي وصفه. عسالة. هاي روح قلبي. ازيك يا حبيبتي؟ تمام كويس يا مساء الخير عموره. اهلين عسالة، ازيك؟ وحشاني، كل سنه طيبه. وانتم طيبين، كل سنه وانتم سالمين يا رب العالمين. ده ايه المفاجاه الجميله دي؟ اي والله مفاجاه فعلا. هي مو مفاجاه اني اتصل على سميره، لانه يعني نحن عموما اصدقاء واصحاب، وهذا شرف كثير كبير لإلي. عدا عن اني انا معجبة من الدرجة الاولى بسميرة خانم، لانه بحياتي ما سمعت البوم لمطربة طورت بادائها بهالشكل. اول مرة بحياتي بالعالم العربي بسمع فنانة عربية على الاطلاق، يعني على مرور كل شيء سمعناه حتى قديم وجديد والى اخره، ما سمعت البوم لمطربة اشتغلت على ادائها بهالثقافة وبهالجمال وبهالتطور شيء خيالي. انا دقيت اكثر من مره لسميره، طبعا هلكتها قد ما اتصلت فيها، والا اغاني خياليه، اداء اكثر من روعه. اكثر اغنيه عجبك ايه يا اصاله؟ انا عجبتني كانت الاغنيه الثالثه، قلت لها الثالثه والخامسه، هلا ما قدامي الاسماء، انا اذا كنت الثالثه والخامسه هلا بدي كلمه ميته فيها ونفسي اتكلم تاني معاك. برافو عليك. نفسي اتكلم تاني معاك دي نعمه جدا جدا. وفيها ثقافة يعني ما بعرف عبر أكثر من هيك، ما عم بعرف شو بدي أقول عن طريقة أداء الخيالية بهالألبوم، وقديه ألبوم مشغول عليه، وقديه بتحس إنه كأنه عايشة عمرك كله تختار بهالأغاني.
يعني طبعا انا فخوره فيها كمعجبه انه فنانه بهالمستوى وبهالقد بتقدر تحترم جمهورها وانا واحده منهم. فبس بدي اقول لها انه يعني نجاح الالبوم هو النجاح الطبيعي لفنانه بتحترم ناسها وبتحترم محبينها بهالشكل. اصاله مشاعر جميله، قليل لما بلاقيها اليومين دول مطربين كده يحيوا بعض على السيديهات بتاعتهم ويحبوها. لا بالحقيقه انا معجبه من الاساس، يعني انا معجبه فيها من البدايه، من بدايه سميره وانا مبهوره فيها. اصاله هل حافظه اي جمله من جمل السي دي بتاع سميره؟ جوزي طبعا فتح الشباك وقاعد عم يحكي مع السكيورتي دقيقه. قال لي انه مش مرتاح من غيري. ايوه قولي قولي سموره معي. سمعيه سمعيه كملي لها الكلام. بس قال له مش بتعمل غير كلام. الدنيا بعد خلاص بيت علي راح شاف حياته مع حد غيري اهجابه تاني وهو انا ذنبي ايه. يا لطيف شو حلوه انتي. ايوه قولي يا حبيبتي. بعدين بتقول يشكي لي همه انا متاكده ولا فنانه بالعالم العربي قالت همه مثل ما قالت سميره. طب سمعيني بيشكي لي همه ازاي بقولتيها؟ لا تقولها سموره. قولي يا سموره عشان قصوره تنبسط. طروقه فين طيب؟ قبل طروقه كملي لنا الحته دي طيب. هلا وصلنا عم نركض ركض وحياه بابا، عم نركض ركض لحتى نوصل. بس ما رحنا على البيت دقينا لناس نكونوا قراب علينا بالشارع، فلقينا اخوه بماريوت قلنا له الله يخليك حنجيبنا نشوف سميره عندك، فراكدي على طول شوفكم وصلنا عم نركن هلا. الله يخليك يا صلاه. نسمع اشكي لي همه عامله ازاي؟ والله ما بعرف سميره بتقولها مو انا. شفتي اشكي لي همه؟ حلل لنا اشكي لي همه دي يا اصاله. همه فيها هم حقيقي، يعني هي عم حسيتها بتتمقلس عليه، ما بعرف شلون بتقولوها بال يعني هي كانها بتتريق عليه. ايوه ايه بتتريق عليه. ففي ثقافه وفي تفكير، في فكر، يعني اداء في فكر مو اداء عادي. ف يعني بس انه مشان هيك اليوم قالت لي انا بفاير اليوم، قلت لها انا جاب بالي يكون احكي ولو كلمتين كمعجبه مو كحدا بيغني. اصاله نفسنا برضو يعني. وطبعا غير تغيري انا كنت اوريدي سلمت البومي. انا سلمت البومي لما حكيت مع سميره قلت لها رح اموت ارجع، جاي على بالي ارجع يعني اختار من جديد، بس خلص يعني انه انا صرت مأخره ما عاد اقدر. قلت لها غيراني انا تعبانه، يعني عن جد عم تعبانه من البومي. انت شغلك حلو. اصلا انت حطيتي ايدك على حته، بما اننا فعلا يعني من مرات النادره اللي حد بيقعد يحلل البوم بالشكل الواضح ده. نحن دايما نقول ايه الالبوم حلو، كلامه جميل، كلام عام كده. هي عامله مزيكا. بس اجمل شيء بالالبوم اداء اللي هو في ثقافه المرعبه عامله فيه في الاغنيه، يمكن سمعناها قبل ما ندخل لدوندات داد بتعمل المزيكا ببقها. سمعت الحته دي؟ بدي اقلدها فيها ان شاء الله. البومي جاي مو اللي نازل على العيد يلي بعده، يعني كثير نفسي انه تخترع لي هيك شويه اختراعات. انت مش محتاجه ان اخترع لك، ما شاء الله عليك، يعني صوت عظيم. يعني مش عايزين نقعد نقول لبعض، بس انا بجد انا صوتي كمان انا بموت فيه، بموت صوتي. بس انت عندك غير الصوت ثقافه، يعني عندك فكر عم يفكر صوتك لاماكن كثير صح وكثير صعبه. لا انا مش حاضر على كلامك، انت كلامك حلو. طبعا انت جميله. روح قلبي الله يخلي لي اياكم يا رب. وبحبك جدا وبحب وانا كمان كثير بحب روحك وصراحتك. الله يخلي بحب لي الفنان اللي يقول انا غير بجد رسالة كده جميلة. كلمتني بتقول لي مش عارفة انا المصور اللي خد لك الصور هو مين؟ طب جات لك الفكرة ازاي انك تقعدي كده بالبيجاما وحافية ومش عارف ايه؟ طب مين صورك؟ قلت لها صورني عماد قاسم. يعني عافية. إيه يعني الحقيقة هي كانت أول كأنك حدا من يعني ربيانين معك، يعني كأنك أختي قريبة مني، عمرنا ما انفصلنا. يعني الصور بتحسسني هيك بحميمية معك حبيبتي. يعني أصالة كل سنة وطيبة وأنتم طيبين يا رب، يوفقكم كل سنة وأنتم سالمين جميعا بجد. يعني إيه الحتة اللي بتقولي فيها ده 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 دي بتتعمل إزاي؟ والنبي سمعها لي، بس مش عايزك تغني. هي بتعملي مزيكا عجباني قوي أما بسمع السي دي. أي واحدة اللي هي في ميؤوس منه؟ أوام كده دارو 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 دارو
هي دي اللي بتتكلم عليها اللي هي الثقافة الموسيقية، ان انت بتسمعي الشغل بره وبتهضميه وتقدري تضيفي عليه جوه في الاغاني بتاعتك. هو يعني هو ريتم معمول بالصوت يعني، ده هو فكرنا احنا نعمل ازاي حاجة، هي ده اللي هو المقسوم بتاعنا، فحبيت اعمله بصوتي فجت حاجة مختلفة يعني. انا شايفة انه وده المفروض ان احنا كل مره ندور، انا بدور على جيمكس، على 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 لعب افيهات، على تفاصيل، وهي التفاصيل اللي بتخلي مش بس الواحد يبقى مغني وخلاص، هو يشوف التفاصيل فين ويخلي التفاصيل بتحلي الاغنيه، ما هي دي في الاخر اللي بتخلي الاغنيه شكلها رايح مش في حته قديمه، انها تبقى متطوره ومختلفه يعني. سمعت سيديهات الصيف ده؟ سمعت محمد منير. اه طبعا كان جميل. اه قوي قوي يعني، عجبني جدا. اكتر اغنيه عجبتك ايه؟ مش فاكره قوي يونس طبعا والحاجات دي. اه بالظبط كده، مش فاكره تاني تراك يمكن كان حلو قوي. الاغنيه اللي صورها طبيعه حلوه قوي. في حاجات حماقي سمعت له اغنيه واحده، معلش بقى يعني سامحني، بس انا والله يعني هبتدي اذاكر الفتره اللي جايه. حط السيديهات في العربيه بقى. اه انت ساكنه في حته بعيده جدا، ممكن وانت كل شويه تنزل تسمعي لك اربع خمس سيديهات. حته بعيده قوي، حاسه ان انا فجاه اتنسيت يعني، بقيت غاوية انت القطاميه والحته دي وكده. والله هي جت بصدفتها يعني. لا اقصد، اقصد غاويه هدوء يعني. انا مثلا انا ما اعرفش اعيش في الحتت الهاديه دي، انا عايز انزل الاقي العربيات واتنين بيضربوا بعض وخناقه وبتاع يعني، عايز بحب. انا عكسك خالص، انا لما كنت قاعده في المهندسين كنت بصراحه مش مبسوطه خالص. باش مهندسين جميله، باش مهندسين بالنسبه لي مش يعني. انا دلوقتي في مكان، في المكان بتاعك انت، في جنينه صغيره، في يعني في هدوء، في تصحى الصبح يعني مكان قادر ان انت تحتويه، انك انت تبقى. كملي لي، بتصحي الساعة 7 الصبح، وده حاجة أنا بستغرب جدا إن في حد بيبقى صاحي الساعة 7 الصبح أصلا، ما مش متخيل إن في حد، في ناس بتصحى موجود؟ كل الناس بتستغربني بصراحة. وبعدين بعد 7 الصبح؟ طبعا اللي هو الفطار والحاجات دي في الأيام العادية غير رمضان. مفهوم. يعني بتقلقي أنت من الكلام إن الناس ممكن تفهمه غلط، أنت لا والله بصحى الصبح بدري يعني، دلوقتي مفيش فايدة يعني، عشان تعودت إن أنا أصحى الساعة 7. لا الأيام العادية بتقومي 7 الصبح وبعدين؟ وبعد كده ممكن امارس اي بقى، عندي رياضه طبعا بلعب. بتلعبي رياضه؟ بتلعبي ايه؟ بلعب اللي هو بروح في فندق جنبي كده، بروح العب الروبكس وبتاع وحديد. والله؟ في عضلات؟ اه يعني في عضلات، خاف مني بقى. وعندي وبلعب اللي هو الجيمنازيوم العادي يعني، اللي هو الجيم. وبعد كده؟ بعد كده برجع البيت اللي هو الحياه العاديه يعني، يا اما بقعد اسمع مزيكا. عرفت تطبخي؟ قوي. مش قوي. مش قوي لا، مش قوي. بتعملي حاجات في البيت بايدك يعني؟ ممكن مثلا في ناس مثلا اعرف ستات واقعه على كده تروح ايه؟ هاتي الجرانس، تروح جايبه جبس وتروح عامله ايه؟ يعني في يحبوا يعملوا، في ناس ما بتلمسش، انت بتلمسي ولا بتلمسيش؟ حسب الغزاله، ما الموضوع مرتبط بالغزاله يعني، بالمود يعني، لو مودي كده ممكن تلاقيني عمال اظبط حاجه، ولو فعلا لا ممكن ابقى شادل دماغي، بس ابقى عايشه في حته منظمه يعني، لازم ابقى عايشه في النظام والنظافه كده. الحفلات الكبيره ليها واسطه؟ ازاي؟ يعني الحفلات دلوقتي ليها وسايط؟ يعني مثلا دلوقتي في حفلات بتحصل في الصيف وقرطاج ومرتاج وفرتاج وكل الحاجات الكتير اللي بتحصل دي، بقى فيها وسايط ولا لسه معتمده على اسم الفنان الكبير؟ هي طبعا يعني هي حسب الحفلات، مثلا لا مثلا حفلات قرطاج وجرش والحاجات دي فيها سبونسرز، انت عارف الموضوع بقى طبعا. هي في شركات هي اللي بتبقى ماسكه الموضوع بالزبط. يعني قليل قوي لما تلاقي شخص لوحده او مطرب ملوش علاقه بشركه معينه، اللي ملوش ظهر يعني ما تدربش على بطنه يعني. مش كده؟ يعني بس يعني لا اتكلمي يا سميرة، يعني تقصدي انه شركة معينة واخدة مهرجان معين ممكن ما يجيبوكيش عشان انت في شركة تانية؟ طبعا يعني انت في شركة عالم الفن والتانيين روتانا فروتانا هم نجوم القصة، مش كده؟ انت جبتها على بلاطة. من على بلاطة، انا بحب اجيب من الاخر. طبعا طبعا يعني. انت مشيتي من روتانا ليه؟ انا عمري ما كان في البوم انتاج روتانا. لا ما كانش روتانا الحاليه، كانت روتانا القديمه، كانت اول حتى انتاج روتانا كان عملت معاه مش هتنازل عنك، وحتى مش هتنازل بعد كده باعوها لمحسن جابر يعني دلوقتي بقت في حوزه محسن جابر. وانت ما رحتيش روتانا ليه؟ كل المطربين راحوا روتانا يعني، هي جت كده يعني. هو روتانا انت بتطلبي تروحي ولا هم اللي بيطلبوا؟ لا هم مش يعني، حصل قبل كده عروض بس ما حصلش نصيب يعني.
يعني انا اشتغلت مع عالم الفن من 5 6 سنين واستمر العقد لغايه اخر الالبوم ده اللي هو ده اخر حاجه، وبعد كده هنشوف الاشياء هتروح فين. يعني لسه لغايه دلوقتي الرؤيه مش واضحه الحقيقه بالنسبه لي، بس يعني انا مفتوحه لكل اتجاهاتي. ممكن تعملي اي حاجه او تفكري في اي حاجه؟ معرفش، هي طبعا الصناعه نفسها يعني اكيد انت عارف ان الصناعه ما بقتش زي الاول، ان بقى في مشكله وان في تحميل دلوقتي من الناس وما بقاش حجم المبيعات. بس طبعا هيبقى في المستقبل اكيد هيبقى في فضاءات ثانيه وهيبقى في حاجات مختلفه يعني ممكن خلالها نتواجد. ايه رايك في الرينج تون؟ فكره الرينج تون والديديكيشن ان انت في الاخر الاغنيه اهم، لان عرفت ان من الداخل المهم دلوقتي ان الاغنيه بتاعتك تبقى رينج تون، ان حد يتصل يهدي اغنيه. يعني ما بقاش برضو الزمان برضو كان فيه ان الناس تروح تشتري الشريط ويحطوه في الكاسيت بتاع العربيه ويسمعوا. يعني ما هذا التطور، يعني هو في الاخر الحياه تطورت وبقى في اشياء اخرى. يعني الاشياء الاخرى دي هتؤدي ان هي فعلا تخلي الانتاج بتاعنا يبقى زي ما كان ايام السيديهات ما كانت بتباع وتشترى بالشرايط لما كانت في اوجع عزها يعني او في اوجها يعني. اكيد هيبقى في حاجات تانية بس امتى ما اعرفش. يعني هو دلوقتي في مشكله، في ازمه يعني. هو المطرب او المطربه ممكن يقعد يغني لغايه سن كام؟ في العصر اللي احنا فيه؟ الى ان يبقى الحياه مش كويسه يعني. لما انا اشوف نفسي مش قادره اغني ومش قادره اكمل همشي. ومفروض انه اي حد فينا يبقى عنده الادراك ان هو يعني ما ينفعش يقاوح، لانه يعني كل حاجه. كان لسه في الاوبرا من 6 7 شهور، الراجل عدى حاجه و70. بس هو لسه ما زال قادر ان هو يوم ما يحس انه ما بقاش قادر يمشي، لانه انا بحب الفنان دايما ان هو يبقى عنده يعني يبقى متواجد حلو بنخوه بكرامه من غير ما يهزق نفسه. بحب انه الفنان يبقى كويس. ليه المطربة نمرة واحد؟ يعني ليه في المطربين في مطرب نمرة واحد معروف دلوقتي، انما المطربات لا؟ يعني مثلا دايما يجوا يتكلموا ويقول لك نمرة واحد عمرو دياب مثلا. فاهمة؟ يعني اغلب الناس او كتير من الناس لعدد من السنوات نمرة واحد عمرو دياب. ليه في المطربات مين مطربة نمرة واحد؟ او مين اللي بيجوا في نمرة واحد؟ يعني لو في 3 في نمرة واحد او 4 في نمرة واحد، ليه دي مش باينة، مش واضحة في مجال المطربة؟ حاجات عليك هقول لك يعني ما اعرفش، مش عارف ارد عليك لانه يعني بجد يعني ما اقدرش اتكلم عن نفسي ولا اقدر اتكلم عن زميلاتي، ان اكيد هبقى ببحث حد فيهم. بس يعني اكيد في مطربات كتير نمره واحد. لا مش كتير، 3 مثلا ما اعرفش بقى. يعني خلي الحكايه دي الناس هي اللي تقيمها مش انا. يعني تفتكري في نمره واحد مثلا لو انا يعني مثلا كان جه وقت ام كلثوم نمره واحد خلاص، جه في وقت ورده نمره واحد، جه في وقت فلانه نمره واحد، دلوقتي دي مش باينه خالص، مش كده ولا هي باينه؟ وانت بتقولي ان يعني انت ما بتحبيش تقولي ده. ما اعرفش يعني ما اقدرش ارد لانه الموضوع يخصني شخصيا، انا معنيه بالامر شخصيا يعني مش هرد بقى. طيب احنا معانا الفيديو كليب بتاع حب يوسمن، والمخرج بيقول لي خليها تدينا بس الطلعه بتاعت الاغنيه عشان نروح نحط الفيديو كليب ونطلع فاصل عليه ونرجع تاني. على فكره والله ما بعرفش ادوس على الزرار واغني، دي المشكله، بس هدوس على الزرار. قالوا انه مش مرتاح معايا، اديني بس والدنيا خلاص. فضيت عليه، شاف حياته مع واحدة غيري. لا 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 شاف انا الستات بتاخد موقف من الموضوع ده، شاف حياته مع واحدة غيري. ايه يعني؟ طب المفروض يعني اللي هو ايه يعني؟ متضايقة ليه؟ خلاص البلد مليانة رجالة. خلاص ما هو هو اللي راجع. ما هو يعني الرجالة على فكرة الموضوع ده ما بيضايقهمش خالص. اتكلم في الفكرة بقى. لا الموضوع لا مش كده، الموضوع ان هو بيرجع لها بعد ما اتجوز. طيب هي دخلت الشارع فيه 4. طيب انا مش بعدين لو هي انت مش موافقه على التعدد؟ لا خالص. يعني ايه؟ لا هو ده حاجه مؤلمه جدا. يعني ازاي انت بتقول كده؟ انا بسالك، انا ما قلتش كده، انا بقول لك حاجه موجوده في ناس. ايوه موجوده بس هي نفسيا مؤلمه يعني ما ينفعش كده يعني. علينا خلينا نغني. قال انه مش مرتاح من غيري والدنيا بعد خلاص فضيت عليه، راح شاف حياته مع حد غيري، ايه جابه ان يرتاح من غيري و
الواحد دلوقتي يعني هو قاعد يحمد ربنا ان صحته كويسه وان اولاده صحتهم كويسه، ولكن برضو مش عايز حضراتكم تكتفوا بالحمد، احنا لازم في هذا الشهر الفضيل وغير هذا الشهر الفضيل نهتم جدا بكل الحالات. مفيش اسوأ من ان يبقى في اب حاسس ان ابنه يعني بيروح من ايديه زي ما بيقولوا ومش عارف ان هو ازاي يعتني بيه. احنا طبعا كل يوم في شهر رمضان هنبقى يعني بنعرض لحضراتكم حالات لغايه اما هنوصل ان شاء الله ليله القدر اللي بنلم فيها التبرعات علشان الحالات بتاعه مستشفى وادي النيل، وانتم بتبقوا كرمه جدا معانا. احنا بنوريكم بس كميه الحالات فعلا اللي واقفه في الطابور مستنيه تبرعاتكم السنه دي. الحمد لله بفضل تبرعاتكم السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها قدرنا نعالج حالات كتير بفضل كرم ربنا، ويعني وتسبيبه الاسباب انه يبقى فيه ناس كتير تقدر تتبرع من جنيه ل 10 مليون جنيه. فعلا هننتظر تبرعات حضراتكم في ليله القدر، وكل يوم هنوريكم الحالات اللي معانا. كنت فقيره في اي وقت من الاوقات سميره؟ متوسطه. يعني عمر ما كنت غنيه وما زلت انا مش غنيه، يعني انا متوسطه الحال يعني او من فوق المتوسط بشويه. متوسطه الحال او من فوق المتوسط يعني او انا ست قنوعه جدا يعني يعني ما تفرقش معايا بقى عندي عربيات كتير ولا يفرق معايا عندي بيوت كتير ولا يفرق معايا. انا يفرق معايا ان انا ابقى مستوره ولو كنت طبعا كان اتجاهي غير كده اكيد كنت يعني كانت الحياه ممكن تبقى حتى يعني كنت اشتغلت افراح وحفلات ولهس ورا الشغل ورايحه جايه. لا خالص. ليه؟ يعني انا بالنسبه لي الموضوع يعني نوعيه شغل اللي بحبه، وانا من خلال شغلي انا بكسب كويس يعني الحمد لله بكسب اللي يقدر يكفيني. اللي انت عايزه. دايما الناس وجهه نظرهم ان الفنانين دول معاهم فلوس كتير قوي، يقول لك يا راجل سميره سعيد شوف بقى لها كام سنه ومعاها فلوس ممكن يبقى قد ايه وبتاع معايا فلوس الحمد لله تقدر تكفيني وتخليني اعيش بكرامة. هل انت من السيدات اللي بتحب الاستثمار تشتري اسهم في البورصه وبتاع، ولا انت فلوس بتيجي تتحط في البنك وتصرف منها؟ لا يعني لا بحب مثلا يبقى عندي يعني اللي هو اقدر بحيث انه بعد كده اقدر استثمرها بحيث انه بعد كده ما احتاجش لحد مش اكتر من كده. انا مش استثمارات ضخمه مش سيده اعمال، لانه بجد انا كل استثماري فني يعني اعتقد انه او انا يعني اخترت لنفسي ان انا ابقى يعني فني هو كل ما املكه، وانه ده اللي بيجيب لي فلوس في الاخر يعني مش ما فكرتيش في فنانين يحبوا يبقى عندهم بيزنس مثلا يفتحوا ريستورانت يبقى عندهم محل هدوم؟ انت عارفه محل هدوم بتاع سميره سعيد يجي الناس اللي هم نروح نشتري من عند سميره فستان جميل و ما فيش مشكله. انا مش شايفه ده عيب يعني يمكن بالعكس ده جميل يعني وانا بحيي اي حد بيعمل الحكايه دي، بس انا افتكر دلوقتي ما عنديش الاستعداد اني اعمل ده لانه دماغي يعني لسه فيها مزيكا قوي يعني. بس انا افتكر يوم ما هقعد يوم ما هفكر اني ابطل ممكن افكر في اتجاه اخر. ايه هو الله اعلم، ممكن اعمل اللي انت بتقول عليه اللي هو افتح مطعم في اي حته، ما اعرفش ايه اللي ممكن اذا كان عندي مش عارفه لغايه دلوقتي اذا كان عندي فعلا الامكانيه اني اعمل ده وهتوافق فيه ولا لا، بس إيه اكيد لازم بقى فيه افكر في هل عندك قرون استشعار ما تشوفي مثلا حد كذاب او حد هينصب عليكي او حد بينافقك بتحسي بده، ولا انت من الشخصيات اللي ضحك عليها؟ ضحك عليا مش عارفه لا يعني انا بحس عموما عندي ترمومتر جوايا بيقدر يستشف الكذب يعني الى حد كبير يعني. ساعات كلنا ممكن نخطئ او ساعات بتقابل ناس بيبقوا ما شاء الله يعني بوكر فيس يعني ما تقدرش تعرف تقدرش معلمين دول قوي يعني، فممكن انا اروح كده في يضحك عليك عادي ممكن اي حد فينا يعني، بس انا عاده بحس يعني او بستشف يعني بشوف من النظره من الكلمه من يعني من اول زياره بحس يا اما برتاح او ما برتاحش، ولو ما برتاحتش ممكن اتعامل بس بتعامل بحذر شويه. احنا عندنا اتصالات هاتفيه كثيره، ولكن قبل الاتصالات عايز اقول لحضراتكم انه سميره النهارده بعد فقره الصحافه جايبه معاها عدد كبير من الضيوف، اظن هيكون معانا الاستاذ محسن جابر شركة عالم الفن وتاريخ كبير من الانتاج والخبرة في الموسيقى، واظن هيكون معانا ايمن باجة قمر المفروض ان هو جاي في السكة جاي في السكة يعني. الشاعر الكبير يعني في مجموعة كبيرة من الناس والملحنين والشعراء اللي عاملين يدلك اغاني وعاملين لك حاجات كتير.
المفروض ان احنا جايين النهارده حقيقه، يعني حابين ان هم يشاركوا يحتفلوا معاكي يحتفلوا ده حاجه كده حاجه جميله منهم. خلينا ناخد اتصالات هاتفيه. معانا الفنان الكبير محمد ثروت، اهلا بيك. ازيك يا عموره؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى الله اكرم. الله يخليك. محمد زيك؟ ازيك يا سميره؟ الحمد لله كويسه الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت بألف خير. فرحان وانا بشوفك قوي النهارده. وانا كمان فرحان بسمع صوتك. ربنا يخليك، وسعيد قوي بالالبوم بتاعك الجديد والاغنيه اللي كانت بتذاع من شويه دي جريئه. كعادتك يعني انت جريئه طول عمرك. ميرسي يا محمد، انت جميل صوتك جميل يعني. ميرسي على اتصالك. وبعدين عارف يا عمرو المشوار واحد، لان احنا طلعنا يمكن في نفس الوقت وعلى يد نفس الملحن الاستاذ محمد سلطان. فالنهارده رجعتني سميره سنين جميله واحساس حلو كده. يا محمد انت جميل وصوتك جميل وان شاء الله دايما ربنا يوفقك. انا محمد ثروت وحشتنا، يعني فين يعني؟ وانت كمان. لا فين؟ عايزين نطلع طنطا بقى وناكل كباب زي المره اللي فاتت. ما يلا وانا اتاخرت. طب انا انت اللي مش عارف بتروح فين بقى. لا القاهره اليوم واخدك مننا. لا لازم اعدي عليك ونروح ناكل كباب وننبسط. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، ما لاحظتش ان سميره سعيد يعني بتتمتع بموهبه اخرى غير الغناء؟ في مواهب كتير، بس ايه اللي انت شايفه قول لي. كان لازم تمثل من زمان، من اول مشوار وهي تقول لك ان انا قلت لها الكلام ده من زمان. كان لازم تمثل صح؟ علوم لسه الاماني ممكنه زي ما طبعا كل شيء جايز طبعا. لا يعني سميره بفكرها وبعقليتها وباسلوبها تستطيع انها يعني تلعب ادوار محدش يعرف يلعبها غيرها. اكيد. معرفش ليه. شكرا الفنان محمد ثروت وكل سنه طيب. مبروك يا سميره. شكرا. الله يبارك فيك يا محمد. معانا انو. الو. الو اهلا انو، ازيك؟ اتفضلي. مرحبا. مرحبا، اهلا بيك. كيفك يا استاذ عمرو؟ الحمد لله تمام. انا بدي اقول مساء الخير لمدام سميره. اهلا بيك. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. الله اكرم حبيبي. استاذ عمرو، يمكن انت ما بتعرفني، انا صحفيه ومذيعه عم بحكيك من عمان بالاردن. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بدي احكي مع مدام سميره شوي بعدين بدي ارجع لك استاذ عمرو. تفضلي يا فندم. مدام سميره، انا حكيت لك بس مبروك على الالبوم وانا كثير بحبك، وانا من الناس اللي كبروا على اغانيكي. بتذكر بس كنت اصغر من هيك كنت معلقت لك بوستر كثير كبير بغرفتي. هلا كبرتي؟ هي كبرت خلص. شفت البوسترات بقى. ألبومك عن جد بفش الخلق وبتمنى لك التوفيق. بفش الخلق، أنا عجباني. فش خلق، أيوه هو سيدي لكل الستات فش خلق. عن جد يا عمر ما تتخيل يعني كيف. لا أنا متخيل كيف. متخيل، طيب هو هذا أهم شيء، وبتمنى لك التوفيق مدام سميرة. كيف يعني. شكرا أنو من عمان. معنا دالي، أهلا دالي اتفضلي. ألو. الو كريم. اهلا كريم اتفضل. الو. ايوه اهلا وسهلا. الو السلام عليكم، ازيك يا عم؟ ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. السلام عليكم، ازيك يا سموره؟ اهلا اهلا. ازيك؟ انا كريم. اي كريم، ازيك؟ ازيك حبيبه قلبي منوره و اهلا بيك. بجد انا فرحان قوي ان انا شفتك النهارده. يا كريم، على فكره كريم من الناس اللي عاملين اللي هم الفانز وبيعملوا شغل. بيعملوا شغل على النت، مش قادر اقول لك يعني. رئيس رابطه محبي سميره سعيد. ده في الاسطوره يا عم. الاسطوره بالتاكيد. على فكره انا عايز اقول سميره مش ميجا ستار، سميره ديفا. ديفا بجد. طبعا دي حقيقه. الالبوم بجد يعني مش عارف اقول ايه، الالبوم فوق الوصف. الاغاني كلها سميره طبعا. انت عارفه رايي في الموضوع ده طبعا. على فكره احمد معايا بيسلم عليكي قوي قوي قوي. سلمي عليه قوي. الله يسلمك. واكيد نجله دلوقتي كمان شايفانا بتسلم عليكي. سلموا لعلي. انا بحسدك يا عمرو عشان انت بجد قاعد مع اجمل بونبونايه في الكون بجد. انا والله كل الناس بعتالي حسداني وانا حاسد نفسي اهو. لا بالظبط بالظبط. وعلى فكره يعني يا ريت تخف شويه الاسئله اللي مش قد كده دي مع سموره. بجد دي حد يعني ليه كده؟ ما فيش اسئله مش قد كده، كل الاسئله جميله لغايه دلوقتي. بنلعب معاها شويه. شكرا كريم.
اهلا ملك، اتفضلي. ملك زهبة، مين معانا؟ اسامة. اهلا اسامة، اتفضل. عمرو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. صح والسلامة. مدام سميرة مساء الخير. مساء النور. كل سنة وانت طيب ان شاء الله. ألف خير. أنا كنت أتمنى بس يعني يا ريت حد من الفنانين دلوقتي يرجعنا بقى لعالم السيكا اللي هي المقامات الشرقية بتاعتنا ممزوجة بالإيقاعات الشرقية بتاعتنا، لأن كله دلوقتي إيقاعات غربية ودي حاجة تزعل قوي يعني. يعني حسيتنا إن إحنا ما بنسمعش أغاني شرقية خالص. فيا ريت أنت تقودي الحكاية دي ترجعي تاني زي أيام بريغ وكده، وإن كان المقامات الشرقية شوفي كانت قد إيه جميلة ومعاها الإيقاعات الشرقية، يا ريت والنبي. في الألبوم الجاي إن شاء الله. إن شاء الله، والله دي الخطة. الخطة الخماسية اللي جاية إن شاء الله يعني. إن شاء الله، كل بتمنى لك التوفيق. شكرا يا عم. ميرا، ممكن نسمع حتة شرقي بسبوسة كده على حتة صغيرة؟ أنا عارف. حكاية بالنسبة لي. صعيبة قوي حكاية الجونة بقى الواحد. معلش، ما أنت غنيتي الأول يعني، كسرنا الموضوع، غنيتي الأول، تاني برضو كوني كريمة. على رأي إخواننا العرب، أنت كريمة وإحنا بنستاهل. لا طبعا تستاهل، ده مش بعدين الراجل اللي متصل من جد ده لونج ديستنس عشان عايز يسمع حته شرقي برضه، لازم نسمعه حته صغننه، مقطع كده وكوبليه على اغنيتين على اربع تقطيع على يعني. ايه هو ده؟ يعني تصنيفه الحلويات كده مشكله من دكتور مثلا. يلا عشان بقى الثلاثه اللي كتير ايه طبعا. ايه رايك؟ ايوه شرقي. علمناه على ايدينا، ولما تعلي باص لغيرنا حب علينا يا سلام سالي. علمنا واحنا بنهواه، علمنا واحنا بنهواه، بس يا ريتنا مع علمنا واحنا بنهواه، علمنا واحنا بنهواه، بس يا ريتنا ما علمنا، كنا زماننا لا بنتقسم ولا نتقلق، كنا زماننا يا ابنتنا قسم ولا نتقلق. علمنا وأمرنا لله، أمرنا لله، علمنا أمرنا لله. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ده الفنان بليغ حمدي مش كده؟ طبعا. حاجة جميلة جدا، الراجل ده كان عبقري وسابق زمانه ومراحل. وانت جميلة جدا ان انت بتغني لمشاهدي القاهرة اليوم، انا عارف ان انت موضوع الغنى ده مرفوض عندك، بس عشان القاهرة اليوم كل شيء يهون. مين معانا؟ اهلا داليا، اتفضلي. ايوه يا عمور، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. عاملين ايه؟ كل سنه الحمد لله تمام، كل خير. والله بنشكر البرنامج جدا 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 عشان استضاف احلى طبق حلويات في رمضان. احلى طبق حلويات في رمضان. سموره طبعا. عاملين ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله كويسين بجد، مش معقول والله العظيم، صوت تحفه 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 يعني، مش هنقول ميجا يعني، سوبر 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 ستار لحد فوق السما كمان. شكرا داليا. اهلا ايمان، اتفضلي. عمور مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازيك عمرو؟ الحمد لله تمام. الموضوع يعني انا فرحان جدا 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 ان انا كلمتك، يعني ده كان حلم من احلام حياتي يعني، انا اتصل بيكوا في القاهره اليوم يعني. ده انت منورانا النهارده. ربنا يخليك. ازيك يا سموره، عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انت بجد بجد يعني فعلا توب 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 يعني. ايه يا عم، انا بس كنت عايز اسمع اغنيه منك وهي ما خلاص. اسمها ايه؟ ما خلاص. عايز ايه تاني؟ امانا ايوه. انا بقول سمور على فكره هكسر اهله كده، امشي له اغنيه بحس ان هتقول كده معايا كده. وبعدين كده يا عمور يعني يرضيك الاحرف الفصيل ده، انت الحريق والعماره شفت بيحصل لنا ايه احنا؟ والله ربنا معاك وايمان، واكيد هنبقى بنغطي الحاجات دي في الايام الجايه. شكرا ايمان. مين معانا؟
اهلا جيهان هانم، ازيك اتفضلي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا مدام سميره. مساء النور. منوره الشاشه النهارده والله، منوره اوربت كلها. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي خالص. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. طيبه. مدام سميره، انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في موهبه اسكندرانيه جامده جدا جدا جدا، واسالي عنها استاذ عمرو اديب لان هو استضافها وقعد معاها قبل كده. مين؟ ندى ناجي يا استاذ عمرو. ندى اللي عرفتها في بورتو مارينا يا استاذ عمرو. ايوه فاكرها؟ اه اكيد اكيد. برضو ممكن نبقى نوري سميره صوتها وممكن برضو هي تتبناها. يا ريت يا استاذ عمرو لو سمحت، انا مشاهده جيده للبرنامج القاهره اليوم، تقبلنا كمان استاذ محسن جابر وايمن بهجت قمر، ويا ريت يعني حاضر استاذ محسن يعني فيها معاكم. شكرا جيهان. مين معانا؟ اهلا ملك هانم. مخرج يا عيني بيديني الاسم كانه بيقطع من ملك يا شباب. بسرعه يلا اتفضلي يا ملك. الو. اه يا عمرو ازيك؟ هاي ازيك عامله ايه؟ حسينا طبعا بعد الفتره دي كلها كنا مفتقدينك يا عمرو. وانا كمان كنت مفتقدكم جدا والله. يا ريت يا عمرو ما تغيبش كده تاني. لا خلاص من هنا بقى لاغسطس طيب الجاي قاعدين. طبعا بقول لسميره سعيد بصوت طيبه طيبه، وعايزاها تغني اغنيه الجالي بعد يومين. ده بصي يا عمرو، بصي انت بتعرفي ايه في العربي؟ الجالي بعد يومين ده طلب، الجالي بعد يومين ده الاسم بتاع البرنامج، الجالي بعد يومين، الجالي بعد يومين، وانزلي كلمني شكرا الجالي بعد يومين، كله كلمني شكرا الجالي بعد يومين. كلمني شكرا، كلمني شكرا. اه في كلمني شكرا الجالي بعد يومين، كله وده كله. معانا الاستاذ علاء التونسي، اهلا بيك. ازيك علاء؟ استاذ علاء. ايوه ازيك يا عمرو. ازيك عامل ايه؟ كل سنه طيب. اخبارك ايه وانت طيب؟ انا اول مره اكلمكم على فكره في القاهره اليوم، بس بتابعكم دايما ومبسوط جدا، بحب البرنامج قوي. وبس النهارده معاكم حبيبه قلبي طبعا سميره سعيد، مع ان انا لسه سايبها من شويه، بس وحشاني 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 قوي. كلمني عن وش سميره سعيد بما انك المكير المعروف. عايز اقول لك يعني من وشوش اللي هي السهل الممتنع، مريحة. عارف الوش اللي هو انت تحس طفلة يعني تعمل بيبي فيس، واحدة يعني ملامحها بجد 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 حلوة، فاللي هو يعني أبسط حاجة بتليق فيها وبتطلع فيها تحفة بجد يعني. وسميرة يعني بجد أنا مبسوط إن أنا شايفها النهاردة في البرنامج منورة معاك. وأنا مبسوطة جدا إنك أنت اليومين دول بنشتغل مع بعض وعاملين شغل حلو جدا يعني الحقيقة. الحمد لله. أه لا بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله أنت اتحسنت قوي قوي يعني. ربنا يخليك يا سميرة، والله أنت أحلى حد يعني، وأحلى وش دايما في تألق دائما يعني. في علاء مش في حبيبتي علاء. أيوه. هنطلع فاصل عليه ونرجع تاني فقره قادمه، فقره الصحافه. هيكون معانا في ضيافتنا الاستاذ الكاتب الكبير استاذ وحيد حامد، وهو في ضيافه طبعا زميلنا الاستاذ حمدي رزق. اهو الاستاذ وحيد قاعد قدامنا اهو، جميل جدا منور ودايما وشه باين عليه اراء كثيره جدا. ناس كتير طالبه الجالي بعد يومين، مش حاطه منك تغني تاني لغايه السنه الجايه، بس الجالي بعد يومين حته كده برضه دلوقتي. اه لو سمحت كوني على فكره زي ما بيقولوا انت كريمه، واحنا انا قلت لك ده قبل كده. اه يعني طب غير شويه عشان بس يبقى يعني كوني كريمه عشان بس الجمهور. وعيد وكل سنه وانتم طيبين وداخلين على مدارس. جبت شنطه اسعاف ولا لسه؟ اه طبعا كله تمام. ماشي كل شنطك معاكي؟ كله تمام. ربط الحزام اه لا تمام، والشاش المفازلن وكل حاجه، كل الحاجات شغاله. اه طبعا. جالي بقى بص تاني اهو بعد كلمني شكرا الجالي بعد يومين. على فكرة كلمني شكرا دي بتغيظني قوي. مش كده؟ قوي. أنا مش عارف كلمني شكرا دي بتبقى مسج عشان أعمل إيه؟ يعني كلمني على حسابك. الجالي بعد يومين. شايفين الظلم يا ناس كده. أه ليلة غريبة أنا عارف. إيه اللي جاب في الأرض بتاعتي؟ أنت عيني زعلانة مني جدا. لا لا خالص. الجالي بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي لي حب جديد، يحكي وانا على رفيد، وسمعته فكري شريف وسكت وقلبي شهيد. الجالي بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب كتير،
يحكي وانا نار فيه، وسمعت فكر شريف وسكت وقلبي شهيد، وانا اللي كنت فاكره انه حيشتكي من بالي، فاجئني بقصه تانيه ضيعت الحلم الوردي، وانا اللي كنت فاكره اني وحده اللي في قلبه، اتاري واحده تانيه جت في ثانيه شغلت قلبه اواه. مرة أخرى بنعود مع الديفا سميرة سعيد، ميجا ستار وأشياء أخرى كثيرة، ولكن بينضم لنا في هذه الجلسة الرمضانية الجميلة، ما بحبش دايما أسميه المنتج أو يعني حاسس إن هو ممكن يكون ليه اسم آخر، لأن هذا الرجل يعمل في سوق الغناء المصري والعربي منذ سنوات طويلة، وطلع على إيده أسماء كثيرة جدا. معانا الأستاذ محسن جابر، أهلا بيك. أهلا بيك. كل سنة طيب. طب الصحة والسلامة، كل سنة طيبين. راضي عن السي دي يعني كشركة منتجة للسي دي، راضي عن السي دي مبيعاته؟ يعني قول لنا، قول للناس عمل إيه في السي دي. لا خلينا نقول الفنان الأول. يعني فنيا أنا بعتبره من الحاجات اللي تشرف الشركة في إنها قدمت عمل بالشكل ده الحقيقة. يعني من سنوات طويلة، يمكن فوق الخمس ست سنين، يمكن ما سمعناش حاجة عمل بالمستوى الفني ده الحقيقة. يعني جميع الأغاني اللي هي موجودة في الألبوم الحقيقة مستوى أداء عالي جدا، كلمات، تلحين، توزيع، تنفيذ موسيقي، كله الحقيقة على مستوى أتحدى بأي عمل تنزل في الفترة. سميرة، من المطربات اللي بتتخانق، أنا عارف إن عندك مطربين ساعات كتير ممكن يتخانقوا معاك، والفيديو كليب والمش عارف ايه، ونزلتني امتى، والفرشه عند المش عارف ايه، ورحت عند الراجل بتاع المهندسين ما لقيتش السي دي. ضحك. طيب هي من النوع اللي بتتخانق؟ لا، هي بتتخانق لجوه. يعني ايه لجوه؟ يعني لجوه بتكتم بس انا قريها، يعني بتبقى حاسس، ببقى حاسس بيها لما بكلمها الاقي صوتها مش مظبوط، احاول انكشها ايه اللي مضايقك انما الحقيقه ما هيش من الفنانات اللي هي تشكو. لا، هي مش شكايه كتير. لا مش شكايه، وبعدين مش هجومية. سميرة مش هجومية، يعني في فنانين سواء كان اسمهم يعني ستار. رأيك فيه كراجل؟ يعني ريحك في الفيديو كليب، اصرف عليه، وزع السيديهات في اماكنها، عمل لك البوسترز بتاعتك في الشوائع. يعني دايما بسمع الفنانين يقول لك ما عمليش البيل بورد، كنت عايزه صوره على 6 اكتوبر كنت كده. يعني هل فعلا؟ قولي لي بصراحه بدون. لا هقول لك بصراحه، هو انتاجيا الحقيقه كان يعني هم يعني انا اساسا باخد وقت طويل جدا، وبغني واعيد وازيد، وما يعجبنيش الغنى وارجع اغني تاني ساعات في الاستوديوهات. يعني ساعات فظيعه جدا، وبعدين يعني هو سايبني براحتي خالص لغايه ما اخلص شغلي، يعني ما تدخلش ولا حسيت لا ده كتير او مش عارف ايه. لا الحته دي بصراحه لازم اقولها كده، انه بجد يعني ما فيش اي نوع من الشكوى من الحكايه دي، انتاج على مستوى فظيع. انا يعني شايفه وشايفه الصوره كده للمساله، ما هياش يعني مش شايفه انه المساله بقت زي الاول. يعني فطبعا حجم طلباتي ما بقتش كتيره، عشان تفهما مني الوضع السوق عامل انه في داونلود كتير، وهو طبعا يعني متحمل، اللي هو مش لازم تدوس على المنتج قوي، هو الراجل يا دوبك يعني بيشتغل شغل شغال. يعني المساله يعني كان لازم ابقى مرنه، هو مرن معايا في حاجات وانا مرنه معاه في حاجات، فكان وصلنا لنوع من يعني صياغه يعني اللي هو ريحتنا احنا الاثنين. يعني هو ريحني في حاجات وانا بحاول ان انا كمان طلباتي ما تبقاش كتير، وخصوصا انه يعني للاسف انه انا كمان ما عنديش سبونسر. يعني كنا حاولنا احنا نجيب سبونسر للسي دي، بحيث ان هم يعملونا فاينلز بره ومش عارف ايه، فالظاهر ما لحقناش. حصل كل الحمله الاعلانيه كلها كانت المره الجايه قولي لي انا اجيب لك انا سبونسر. ارجوك اعمل كده. انا بحب الفن الجميل، وممكن نتكلم في سبونسرز كتير في مصر يحبوا اللوجو بتاعهم يبقى موجود على سي دي سميرة سعيد، لانه حاجه محترمه. يعني الحقيقه ما حصلش، فكان كل الحمله الاعلانيه كانت عالم الفن فقط لا غير، يعني او مزيكا. يعني فالحقيقه ما كنتش قادره ان انا احمله اكتر من طاقته، يعني وده يعني اللي هو المرونه زي ما هو كان مرن معايا في حاجات كتيره جدا. هي الحقيقه
كانت سميرة متفاهمة. يعني أنا لما شرحت لها إن قد إيه زمان الشركة كانت بتحط بادجت قد إيه في نزول الأعمال الفنية، والبادجت بيتقلص. ليه البادجت بيتقلص؟ لأنه مفيش عائد على شركات الإنتاج في الوقت الحالي، يمكن حصل خسارة بنسبة حوالي 90% في الوقت الحالي، واللي تبقى 10% من الداونلود الفري. يعني بعد 10 دقايق من نزول أي ألبوم خلاص تجيبه بقى من على النت وخلاص. أنا ولادي هم يمكن قاعدين أظن عندهم الأجهزة، هيحطوا على الأيبود، هيحطوا على الإم بي 3. زمان يا عمرو كنت أعمل مجموعات شرايط كده وأوزعها هدايا على الصحافة وعلى الإعلام وعلى ولادي بتاع، وكان ولادي يطلبوا مني كمان لأصحابهم وأصحاب أصحابهم. النهارده لما ببعتها وبرجع البيت ألاقيهم سايبينها زي ما هي ومحدش عايزها. ليه؟ لأنه نزل على اللابتوب بتاعه أوريدي قبل ما أروح البيت، هو عارف ان الشريط نازل. طب معلش، هي الناس بره بتكسب منين؟ ما هو برده اكيد بره بيحصل برده الداونلود وكل الحاجات دي، الناس بتكسب منين؟ لا شوف الاعمال، يعني اكيد شركات المزيكا اللي بتعمل ارباح طائله دي اللي عندها موارد يعني. شوف خليني اكلمك في الجزئيه دي بصراحه. يعني الشركات الانترناشونال في منظمات حمايه حقوق الملكيه الفكريه مفعله قوانين حمايه حقوق الملكيه. قال لهم ما ينفعش ان اي حد يحط يعني اغنيه، لو حطيت اي اغنيه مثلا لماريا كاري ولا السايت بيتقفل في ثانيه. لو بلغت منظمه الاي اف بي اي ايميديتلي بيقفلوه. انا بقى في المواقع في الخارج 24 ساعه. مواقع كتيره، اخرهم موقع مثلا كان اسمه بالاسم ام بي 3 هات، ودخلوا عليه لان انا عضو في منظمه الاي اف بي اي، فدخلوا عليه فلاقوه في مصر. ودي الغريب لما بيدخل هو بيدخل يقفله ازاي؟ بيدخل اي موقع متوصل بسيرفيس بروفايدر، يعني من الشركه. يعني بيجيبوا السيرفر بتاعه منين بالظبط؟ الجهاز الكبير. لا، والشركات مثلا اللي بتقدم الخدمه دي كام واحده؟ هي في كل العالم الشركات محدوده، مثلا في مصر ما تتعداش 7 شركات اللي هم انت بتروح تاجر من عندهم. تحمل عليه الموقع. لا مش غير تحمل، انت عايز تدخل دي السيل لبيتك فبتروح تشترك في شركه، هم 7 شركات. فلو ال7 شركات دول حصرتهم وتعاملت معهم وما فتحوش لك الاكسس على المواقع اللي حاطه مزيكا بدون استئذان، سهل انهم يقفلوا عليها. فهم المنظمه بتخاطب ال7 شركات دول تقول لهم الموقع الفلاني حاطط اغاني انليجد اقفل عليه. الشركات المصريه للاسف بتتلاعب وما بتقفلش، تقول لك التجئ وخد دورتك في المحاكم وخد عارف بقى وقت طويل. فالناس بتزهق يعني. في الخارج انا اي اعمال فنيه خاصه بيا بمجرد ما ببلغ الاي، انا عارف شاطر في الخارج على ايدي يعني على طول تقفل اذاعات وبتقفل المواقع وكل حاجه. لا بتحاول والله عشان الصناعه بس، يعني مش بس عشان انت عارف برضو انا حكم الزمن، لان انا بقيت تقريبا اقدم المنتجين وبقيت رئيس اتحاد منتجي كاسيت في المنطقه العربيه كلها، فاصبح على عاتقي ان انا ادافع عن هذه الصناعه وادافع عن هذه المهنه. اذا ما حصلش ريتير او عائد لشركات الانتاج هتصرف تاني على الاعمال. انا نفسي اعمل ما احتاجش سبونسر واصرف على الاعمال دي، بس اديني الدخل بتاعي، احمي لي الدخل بتاعي عشان حتى اقدر انافس الشركات وانافس الشركات العربيه. خلينا نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، وانضم لينا فريق العمل في السي دي الناجح ده برضو عشان نهنيهم. وهيكون معانا ايمن باجت قمر، وهيكون معانا أمير محروس وهاني يعقوب، هيكونوا كلهم معانا، ومحمد يحيى هيكون معانا، ناس اللي هي كانت ورا صناعة هذا السي دي الناجح جدا جدا. فاصل عليها ونرجع تاني، ابقوا معانا. الفنانة سميرة سعيد مطربة ليها تاريخ طويل جدا في الفن وليها أغاني كتير بنحبها، وهي منزلة ألبوم جديد بتاعها أيام حياتي. حبينا ننزل ونسأل الناس إيه رأيهم في الألبوم الجديد. سمعت الألبوم الجديد، إيه أحلى أغنية فيه؟ حبوبة يمس منه دي كده أغنية. أه طبعا. ايه احلى اغنيه فيه؟ كفايه كده. تعرف تغني لها حاجه؟ من احنا صغيرين بنسمع سميره سعيد، فهي عرفت تواكب كل سنه في سنتها، كانت الاول ليها اغاني مميزه في سنتها، كل سنه بتطلع حاجه جديده، كل سنه بتطلع حاجه كويسه. ايه رايك في سميره سعيد؟ انا بحبها. سمعت الشريط الجديد؟ سمعت. ايه احلى اغنيه فيه؟ بحب حب ما يقص منه. الفنانه سميره سعيد قبل الالبوم ده كانت متغيبه فتره عن السوق، لكن اغانيها ما بتتنسيش. ايه اكتر اغنيه بتحبها لسميره سعيد؟ وكمان هي ضيفتنا النهارده في الاستوديو، هل تحب توجه لها اي سؤال؟ احب اقولها يا ريت ترجعي للزمن الفني القديم، الفن الجميل فعلا. ممكن ايه فكرت ازاي نيو لوك دي؟ يعني ايه غيرت شعرها وكده؟ تحبي تسالي سميره سعيد سؤال؟ ايه سؤال؟ هي بتحب القطط؟ احب اسالها نيو لوك ليه عملها حلوه قوي. عز كده.
ولو كده طعم ولو ومختلف وبيسمع مزيكا وبتحس ان باين في الشغل باين في حاجات انترناشونال في طبعا يعني. في بعد يعني غير البعد الشرقي كمان. بعدين هو الحقيقة بيركز لي كويس قوي يعني هو من الناس اللي هما بيركزوا في شغل معايا فعشان كمان احنا الجيران هو في الرحاب وانا في الميراج فقاعدين يعني طول الوقت مع بعض يعني بنخترع في حاجات وبنسمع اصوات فطول الوقت بيجيب لي حاجات طبعا مش يعني بجد انا مبسوطه من الشغل انت عملته السنه دي بجد حاجه جميله امير محروس يعني المحروس ده بنقرا اسميه على كل الشرايط الحمد لله يعني كل الشرايط لا بجد عايز اقول انه الراجل ده يعني عبقري هندسه يعني بالاضافه ان هو عمل لي توزيع في الغنوة اللي هي قد الكلمه هو اللي وسعها بنفسه بس انا عايز اتكلم على الشكل الاخر اللي هو اساسا شغلته الاساسيه انه الراجل ده ما بيهداش يعني طول الوقت بيدور طول الوقت بيتطور طول الوقت بيجتهد ده والحكايه دي فيها كل يوم حاجه جديده يعني لا الحقيقه وبتفاصيل و لا الراجل ده انا يعني بعتبره من احسن مهندسي صوت في عالمنا يعني الشعر الشاب اللي معانا بس عايز اقول عايز اقول يا سميرة ان امير هو اكتر حد عانى فينا استحملني كتير قوي حقيقة امير محروس استحملني ليه وانت بتعمل هو البطل ده لسه هنحكي لك هو استنى عايز اقول لك حاجة هو كلهم بيبقوا اول ما سميرة بتبتدي هم كلهم بيبقوا في معسكر مجندين معسكر طب خلينا نكمل بس الضيوف الشعر الشاب الشعر شاف الابيض خلاص بقى شعر في العيد وطارد عارف اول مره احنا زعلنا مع بعض راح بعت لي اغنيه كده مره مش عارفه زعلت منه عشان مواعيده وحشه والغنوه كنت مستعجله وبتاع دايما مواعيده كده ايه ده وحشه ازاي يعني المهم بقى بعت لي اغنيه بقى فخلاص بقى خلاني لها ورد وقلت لها يلي رديت يلي رديت اديني محاضره في التليفون مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون الله تعمل لي تصوير للاغنيه اهو لو كنت غنيتيها كده وطبله وواحده ونص كانت عملت رحت على طول قلت لا رحت مالك التليفون طبعا وخلاص اتكلمنا والحقيقه يعني علاقتنا بجد الحمد لله يعني بعيد عن الشغل والله اكتر مطربه مقربه لقلبي بعيدا عن مطربه كمان على المستوى الانساني فعلا يعني ربنا عالم انا بحبها ازاي ربنا يعلم مش هكلم على المستوى الفني بتاعك ولا الحاجات اللي احنا عملنا شغل مع بعض ايمن عملنا مع بعض شغل كتير قوي حلو يعني حمدي برضو انا ليه تاريخ طويل معاه يعني بقالي بتاع 10 سنين او 12 سنه يمكن او اكتر بنشتغل مع بعض بس مش كلهم شغل يعني بس احنا اشتغلنا اشاعات تقريبا ابتدينا اشاعات بعد كده على البير بعد كده انت حبيبي وقويني بيك وده في الشريط ده احنا في الالبوم ده احنا عملنا لحقت ازاي انت بتحبها قوي كلمات ايمن طبعا والفضل يرجع لك كلمات حمليه تيتي مش موجوده معانا النهارده نحييها برضه ايمن انت كل مطربه بتديها الحاجه اللي تنفعها يعني ولا انت بتبقى كاتب كلمات وتقول لها والله احنا عندنا كلمات دي يا ست سميره يعجبك ايه او ما يعجبك ايه ولا سميره ليها كلام معين الاغنيه دي مع سميره من ككلام كان في موضوع اسمه لحقت تحب تاني ده مثلا من كنت انا بتجوز ومزنوق في فلوس فاشتريته مني ساعتها يعني عايز فلوس فاشتريته مني اول مره تشتري مني اغاني يعني اول مره ادي فلوس استاذ اول مره تطلع فلوس يعني خلي بالك يعني والاستاذ محسن كان مش موجود في الصوره يعني كان الموضوع الست بتشتري عشان كلام عجبها والراجل بيتجوز بقى يعني فاهم ففضل معاها ولفينا بيها على ملحنين مصر كلها اللي هم يلحنوه وعايزه ادولها يعني الست دافع فلوس مش عارفين نعمله يعني طب وليه الملحنين ما بيعملوش يعني؟ ما حدش يعجبهم ما حدش عارف يعمله اللي هي الكلمات ايه قول للناس كده ده كان كلام تاني نفس الموضوع اللي هو ايه؟ تحب تاني طب فين وازاي وامتى؟ مش اللي كان معايا امبارح هو انت حبيتني في قد ايه ونسيتني في قد ايه؟ فلفت السنين وجه الاستاذ حمدي كان عامل لحن من غير كلام ما فيهوش كلام خالص يعني قلت تاهت ولقيناها كان في كلام انا ما اعرفش بقى رحت مركب الكلام ده مغير بس فيه شويه حاجات كده ومركبه على اللحن وكده تبقى الفلوس ما دخلت دي خلاص بقى علينا بالخساره بس دخلنا في الفلوس ليه كده بس امير يعني ايه مهندس صوت ممكن نشرح للناس عشان الناس تبقى فاهمه يعني لانه دايما يبقى وشكر خاص لمهندس صوت فورير يعني دايما بيبروز كده ممكن تشرح الناس ده بيبقى دوره ايه في الشريط يعني الناس مثلا يسمعوا كلام ايمن فيقولوا الله الراجل كده الست دي تغني الراجل ده صرف حلو ده ما بيعرفوش بالظبط مهندس الصوت ده عمل ايه انا هقول لحضرتك هو مهندس صوت ده بالظبط يعني
زي المخرج اللي بيخرج البرنامج بتاعنا اللي احنا فيه، الترابيزه دي عايزها تبقى كده، والاضاءه دي عايزها تبقى كده، وعايز قعدتنا تبقى بالمنظر دوت، والمايكنج محطوط بالمنظر دوت. مهندس الصوت هو اللي بيحط كل الاصوات بعدها من بعض فين، وبيخليك تشوف الستيج المسرح قدامك بدل ما بتشوفه بعينيك، بتشوفه بودنك، بتسمعه بودنك، انت تشوف نسبه كل اله من الثانيه فين، صوت المطرب من مكان الالات دي والفويس ده كله فين، الكواليتي نفسها بتاعه الميوزك اللي احنا بنسمعها في الاخر لما تيجي تحطها سي دي، تحطه في عربيتك تسمع، ما تسمع الالات، ما تروحش بقى او ما تروحش بقى تقعد تلعب بقى في انت طبعا بالعاميه للناس، يعني ما يروحش يزود البيز والتريبل لصوت يتاخر ويرفع وكده، يزود ويتاخر ويرفع، فتيجي تحط السي دي بتاعك تلاقي ريفرنس زيه زي الناس اللي هم صناعة المزيكا نفسها، صناعة الصوت نفسه اللي هم الأجانب، يعني تيجي تحط السي دي بتاعك تسمع حاجة كويسة. يعني هندسة الصوت عبارة عن انت بتوظف الآلات، كل واحد يقف في الحتة دي بس بالودن. في مطربين هندسة الصوت بتاعتهم سهلة، وفي مطربين هندسة الصوت بتاعتهم صعبة. طبعا طبعا في 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 مطرب عارف يعني ايه فوناتكس، فاهم يعني ايه فوناتكس، مخارج الفاظ بتاعته مظبوطه، ده مبدئيا عنده نمره واحد كده، يعني الريه قطشه شويه والميم رايعه ده غير ان هو خانقه صغيره، فده بيبقى عندك معاه مشكله. ده غير ان هو ساعات في بعض الناس يعني بيبقى بعض الحروف شويه مش حلوه، نهايه الحروف، الحروف نفس النطق نفسه طريقته مش كويسه، التيونينج بتاعه، التون بتاعه اللي بيغني منه، التون كلامك عن مطربين لسه، لو كلامك على اللي مش مطربين في مطربين مفيش خالص، نفسه عارف عامل التون ازاي، بيغني التون بتاعه ازاي صح ولا غلط، فانت محتاج بعد كده تيجي تعمل له كوريكشن. انا في حد ممكن يبقى صوته وحش، وبيقولوا في دلوقتي حاجه عند مهندسي الصوت ان لو نشز يظبط له التكنولوجي دلوقتي. سوري انا اقول لك على حاجه، التكنولوجي دلوقتي تخليك تجيب اغاني ام كلثوم وعبد الحليم تاني من اول وجديد، نعمل لهم مزيكا تانية، وممكن اغير حروف عبد الحليم وام كلثوم تاني من اول وجديد، واشيل المزيكا اللي حواليهم واعمل في صوتهم اللي انا عايزه. لو املك ان انا اعمل كده انا هعمل كده. التكنولوجي خليك تعمل زي الاستاذ عبد الوهاب لما عمل من غير ليه، زي ما عمل من غير ليه على فكره، من غير ليه كانت شريط، وانا عملت اغنيه لفريد من حوالي 11 سنه او 10 سنين، اغنيه كانت على التيب، كانت على تيب، كان في صوت كلاكس عربيات، وكان في مروحه، ومش شلت مروحه ساوند ريستوريشن لصوته، وشلت كل الناس دي من حواليه، شلت مروحه، شلت حاجات كتير قوي. تكنولوجي محمد، خلينا نعمل خناقه بينكم. لسه كنت قاعد مع ملحن، كانت ليله رمضان كده، كنت قاعد على القهوه وجه قاعد جنبي كده، فبيقول لي على فكره ملحن ما بيعملش حاجه دلوقتي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا بيجي كده الاغنيه اقول له ايه وكده وبتاع وجايد كده وخلاص، اللي بيعمل الشغل كله دلوقتي يبقى موزع، الموزع ده بياخد فلوس اكتر من الملحنين، وهو ده اهم واحد، وانا عايز اشتغل توزيع وحاجات كده وبتاع. خلينا نطلع فاصل عليه ونرجع تاني نشرح لنا الحكايه دي فعلا، هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ الاول انت قابلته نفس الاول قوي قوي، بس انا حاسس ان المشاعر دي عندكم كملحنين وارائه غريبه، يعني هو ده كلنا مش ملحنين بس تستعقدوا على الموزع يعني. لا هو اللي قال كده انا نفسي قوي كويس ان احنا معانا موزع. طيب هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ومع ضيوف سميره سعيد في سي دي الناجح بتاعها جدا الصيف ده، ارجوكم ابقوا معانا. في مؤتمر صحفي احتفلت الفنانة سميرة سعيد بإصدار آخر ألبوماتها أيام حياتي بعد غيابها 3 سنين عن ساحة الغناء. كل الناس اللي اشتغلوا من ألبومنا الحقيقة اشتغلوا بكل حب وكل محبة وكل اجتهاد وجذب، يعني أنا بالنسبة لي بحس معايا بيختلف والتميز، لأنه ببقى حابين إحنا كلنا نختلف ونتميز ونقدم للناس حاجة مختلفة. بيضم الألبوم 14 أغنية وبيتناولوا العديد من الافكار العاطفيه والرومانسيه وبيواكبوا الجديد في عالم الموسيقى. بعتز بالشغل معاها وبتشرف بيه، وهي من الفنانات اللي احنا طول عمرنا يعني عارفين ان هي مميزه وبتقدم شغل عامل ازاي وبتحترم كلمه وبتختار ودايما اب تو ديت ومتغيره وعارفه تطور من نفسها، فطبعا يعني الواحد بيرتاح لما بيشتغل مع حد، وغير كده كمان جريئه وبتثق فيا، فده في حد ذاته بيخلي الواحد بيحاول يقدم حاجه كويسه معاها ومختلفه. فنانه كبيره ومحتفظه بوضعها ومكانها، وفنانه كبيره بتقدم فن جميل راقي محترم ومجدده ومعاصره وكل الاشياء. كل البوماتها بعشقها، فهي فنانه من الفنانين المتطورين قوي، والمزيكا اللي بتعملها لازم اتعلم منها دايما، انا شخصيا بتعلم المزيكا اللي بتلعبها دايما كل سنه، هي فنانه جميله وكبيره بجد يعني.
خلال المؤتمر جاوبت الفنانة سميرة سعيد على جميع أسئلة الصحفيين، واتكلمت عن إصرارها على تطوير نفسها وتقديم الجديد. حقيقة الفنانة سميرة سعيد فنانة موهوبة وكل الناس بتحبها، في نفس الوقت ليها باع طويل يعني في مجال الغناء. كنا متوقعين انها تعلن عن انها تكون هتدخل السينما زي ما قالت في اكتر من تصريح، او سمعنا قبل كده ان هي داخله مجال السينما من خلال فيلم قريب، لكن ما اعلنتش صراحه النهارده كالعاده بقى لها فتره كبيره قوي. متوقعين تدخل زي اي مطرب بيدخل مجال ده. دايما البومات الفنانه سميره سعيد بيكون ليها شكل مختلف، سواء على مستوى الموسيقى او اختيار الكلمات. مش بس كده، كمان الفيديو كليب بيقدمها كل مره بشكل جديد. دينا بكر، القاهره اليوم. شكرا دينا. وكان عندنا اشكاليه لطيفه جدا. ايه يا محمد؟ اتفضل قول لي. هو يعني هل دور دلوقتي الملحن بيتراجع ودور الموزع هو اللي مهم يعني؟ لا، هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني اي حاجه في الدنيا فيها السهل وفيها الصعب. يعني لو انت استسهلت في شغلك اكيد مش هتبقى ناجح. واللي قال لحضرتك ان هو الحكايه بسيطه، يعني انا اعتقد ان هو ما عملش حاجه لانها اكيد مش بسيطه. يعني انا في تجربتي مثلا مع فنانه كبيره زي سميره سعيد تعبت معاها جدا، لان هي بتخلي الواحد يعني مش بترضى باي جمله لحنيه. مش يعني افتكر ان انا اول مره كان اشتغل معاها او قعدت معاها كان فتره سمعتها مثلا حوالي 10 اغاني من كتر ما انا متحمس ان انا اشتغل معاها، لدرجه ان انا خليتها تفقد تركيزها في القعده لاني سمعت اغاني كتير قوي. قالت لك لا انا كده مشتته بقى، مش عارف كده مشتته. فده علمني ان انا يعني بعد كده اركز قوي. فالتركيز قوي اكيد هو اللي خلاني. الموزع دوره دلوقتي بيجي لك اكيد بقى العكس. انا عايز اسالك، اكيد بيجي لك الحان ناقصه حاجات كتير وانت تكمل بقى. لا، ما هو اللي ناقص حاجات كتير ما بشتغلهاش. اللي هتغرقني، ما هو اصله مهما انا عملته ومهما اصل انا مش ساحر. هو لازم يبقى البذره كويسه عشان لما تزرع تطلع حاجه كويسه. الموزع هو الناس بس فاكرين ان هو بيبقى ساحر، يعني اللحن هيخش من ناحيه ثانيه هيطلع اغنيه. ده مش حصل خالص. فلازم يبقى انا وانا سامعها ميلودي حسيت ان هي هتعمل حاجه وتاثر فيا. عشان هو طبعا الموزع بيتعب، بس لازم يبقى انت اللي بتتعب عليه. دي حاجه متعوب فيها. ما هو انت بتقبض وانا بقبض، كل الناس بتقبض. لا، بيقبض اكتر. لا، مفيش حاجه بيقبض اكتر. الاثنين زي بعض، كل واحد بيقبض زي بعض على حسب اسمه وشغله. يعني انت كل ما هتقدم هتقبض اكتر، وكل ما هتنجح هتقبض اكتر. هو الشريط الواحد لازم يبقى له موزع واحد ولا ممكن يبقى فيه كذا موزع؟ هي دي حسب الخطه بتاعت المطرب نفسه. في مطربين بيحبوا يعملوا يعني بشوف في مطربين كتير الالبوم كله بياخد واحد كده، هو موزع واحد. ضد الحكايه دي خالص. بالظبط. يعني. لا، ما احبش انه يبقى، لازم يبقى فيه اكتر من طعم. يعني طبعا في مثلا في الالبوم ده في هاني او في محمد مصطفى وفي محمد عواد وفي. كنت عايز تقول لنا حاجه في رايك؟ طبعا. لا، هو السؤال ايه اللي بيتعمل الاول، اللحن ولا التوزيع؟ هي دي المشكلة. الرجل اللي كلمك ده غريب جدا. احنا بنعمل لحن بتسمعه مثلا سميرة، لما بتوافق عليه بيروح بتروح الاغنية لحن وكلام للموزع، مش الموزع هو اللي بيعمل الموضوع الاول وبعدين احنا نشتغل وراه. فازاي الموزع هو؟ انا اريد ان انت بتلحن من غير الات. ما بلعبش اي الة. هل ممكن تغني لنا الاغنية اللي هي اللي انت عاملها لها في ان انا بحب اسمع الاغاني من صوت الملحين بتوع صعب؟ صعب، لان انا جاي لك من اسكندريه برضو هنا وزوري كل اللي جاي من اسكندريه. حمدي سديه طول الوقت بيشتكي مني، طول الوقت بيقول اكتر مطربه بتتعبه في حياتي. مش اكتر مطربه، تقريبا انت الوحيده. الوحيده. بص، انا حصل لي موقف معاها جميل جدا. في كنت عندها عشان اغنيه الفضل يرجع لك، كنا بنشتغل فيها نتناقش هنعمل ايه مش عارف ايه. وبعدين كان معايا سيدي هايا فيها اغنيه. وانا ماشي من عند سميره بقول لها في اغنيه عايزه اسمعها لك تسمعيها ولا اقول لك مش بتاعتك. انا فعلا ما كنتش عاملها لسميره. في اغنيه لا مش بتاعتك. فهي قالت لي طب بالعكس بقى، ده دي انا عايز اسمعها. قالت لي هسمعها. قلت لها انا معطلك كتير، انا بقالي ساعتين قاعد عندك وكده، فخليني قاعد. لا نسمع، انت خسران حاجه؟ قلت لها لا مش خسران حاجه. حطت السجلات سمعتها، انا عايز الغنوة دي. كانت مفاجأة بالنسبة لي. الموزع مين؟ حازم رأفت. كلمه دلوقتي. كلمته، احنا استوديو بعد 3-4 ايام. كانت اسرع اغنية في التاريخ. انا قلت خير، اللهم اجعله خير.
مش معقول سميرة سعيد بتخلص بسرعة كده تاخد غنوة وبعد 3-4 ايام نسجل والموضوع وفعلا دخلنا سجلنا سبحان الله والموضوع خلص سهلة يا جميل ما انا هقول لك بقى خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع تاني مع هذه المجموعة اللي بنحتفل بيها بنجاح السي دي الجميل بتاعهم هذا الصيف ابقوا معنا وتورتة النجاح للسي دي ايام حياتي وطبعا لسه كنا بنتكلم في الفاصل الاعلاني ان سميرة مش هتستنى 3 سنين كمان علشان تعمل سي دي مش كده لا يعني سنتين مثلا سنة ونص سنة ونص يعني مفروض يعني ان شاء الله قريب يبقى في حاجة تانية يعني على الشتاء الجاية انت مش ليك دور ان انت تزقها شوية استاذ محسن شوف الفنان الكبير ما بيقدرش المنتج انه يجبره على ميعاد معين يعني لما تيجي تقول لك وانت نازل بالشريط بكره تقول لك لا استنى ستوب انا عندي حاجه حلوه عايز اقول الشريط ده اجلتيه قبل كده برضو مش كده؟ اجلناه كتير كتير شهور في كتير كتير مده سنه في اغنيه كمان والنبي مش عارف بدل 13 و14 لا عندي احساس في الغنى الاغنيه موجوده وكل حاجه بس عندها مع الفتره اللي هي عادتها وحفظت اكتر عندها احساس عايزه تقوله اكتر في الاغنيه فمن حقها انها يتفتح الشريط تاني وتغني وتقول هو مهندس الصوت عنده مكساج تاني شكله ايمن عنده عايز يغير كلمه بتاع لكن بس ايمن اتجوز خلاص دلوقتي فمش مستعجل دي صعبه صعبه شويه ايه بكتب واخلع تكتب وتخلع في ضميرك انا زينه وكل سنه طيبين ايمن كان نفسنا يبقى عندنا اغنيه غير اغنيه كمان الجسمي في مقدمات ال في قلب ميت كمان قلب ميت حلوه برضه جميل. بشكركم شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم واحنا عارفين في رمضان بنشتغل من السبت الخميس بكره الجمعه اجازه نرجع لكم ان شاء الله يوم السبت عندنا حاجات ساخنه جدا جدا الاسبوع القادم بشكركم شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين ارجوكم ابقوا معنا.